الشباب يبحث عن بيئة خصبة للديمقراطية. مجرد ما يوجد الحل الأمني يغيب مفهوم الديمقراطية، تغيب مفهوم المؤسسات، تغيب مفهوم الدولة. الحل الأمني ما يجتمع مع دولة مدنية تنادي عن نفسها مدنية، تقول عن نفسها أن الأمة مصدر الصبر. هذه كلها تشير إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة خطيرة جدا، مرحلة لم تستوعبها الكويت من قبل. أعود إلى نقطة الاعتقال، اعتقل خالد واعتقلت معه، حنا في يوكن القوات الخاصة متجهين إلى مركز الأمن، بالطريق صارت حادثة يعني للأسف يندى لها الجبين، إن مواطن ينادونه بالمايك حق القوات الخاصة ينادونه افتح الطريق، يعني بنظرة رجل الأمن إلى الشخص مو عاجبك، قال لي مو عاجبني، قال اصبط صفط الولد، صفطوا قدامه، نزلوا من سيارته، ركبوه معانا. فجأة يواجه النائب العام أو الوكيل النيابة العامة بتهمة المساس بالذات الهندي. وين قاعدين؟ معقولة هذا يصير؟ شخص ينزل من سيارته، ليش مو عاجبك؟ ليش تخز؟ فجأة يواجه 5 تهم من ضمنها العبث بمسألة الإمارة والتعرض للذات الأمير. شنو الاستهتار هذا؟ منو مستفيد من إرهاق مسند الإمارة بالخصومة مع الشباب؟ قاعد يصير شيء بالكويت مو زين. أنا أفهم خلاف السلطة مع المعارضة شيء طبيعي بكل دول العالم يصير، بس إنه يصير الأمر بين الشباب بهذا الاستهتار. ليش تخز ضابط؟ مجرد مواطن أو شاب يخز ضابط يوجه له تهمة المساس بالذات الأميرية، هذا اللي خلينا نتألم. وهم يعتقدون بهذا النهج وبهذه الممارسات والملاحقات أن يخوفون الشباب ويردعون الشباب. لا، هذا كول. اليوم الشباب مصمم أنه يستمر في حراكة، وكل ما زاد حدة الاعتقالات الأمنية زادت الأبطال داخل الكويت. صنعتوا أنتم الأبطال من خلال تدافع الشباب بينهم وبين بعض. أنا بالختام يعني، والشخص اللي ذكرته وهو شاهد على هذا الكلام أخوي حمد الدرباس، ومعنا وجه له 5 تهم في. ننتقل إلى موضوع الاحتجاز، احتجزونا 4 أيام. 4 أيام أنا ما أدري ليش 4 أيام، نفس التهم إن شاء الغدر، نفس التهم الخمسة واجهتهم الأسبوع الماضي وفرج عني بنفس اليوم. إن شاء الغدر إني أواجههم نفسهم وأحجز 4 أيام. تحجز 4 أيام في مكان لا يمت بصلة إلى الحقوق الآدمية والحقوق الإنسانية، مع تجار مخدرات، مع تجار، مع سراق شوارع يحطوننا حنا معهم في مكان لا يصلح للآدمية. 4 أيام استمرت فيها نوع من التعسف، أفرج عن بكفالات، يعني أعتقد أن هذه الكفالات يعني هم بعد اليوم يحاولون منها أن يخضعون الشباب، ولا زال الشباب مستمر في إيصال رسالته وصوته. بالنهاية أود أن أشير إلى نقطة معينة فيما يتعلق بالسلطة وبالشباب. اليوم الحل الأمني ما هو جديد بالكويت، لازم ننتبه أن الحل الأمني ما هو صناعة كويتية. الحل الأمني سبقتنا فيه دول وأنظمة عديدة كان كلها نتائجها تعود بالسلب على السلطة. أنا أتمنى يعني أن اليوم السلطة تكون سلطة عاقلة، تتحاور مع الشباب على أسس للحوار، وليس حوار من أجل أن يتنازل الشباب عن مشاريعهم. بالنهاية أخ فواز، أنا شاكر لكم وشاكر لقناة صوت الأمة، بس النقطة الأخيرة أحب أني أغلظ القسم عليها وأقسم بالله العظيم، إن مجرد ما أشوف الشباب في درجات ضبط النفس ما يسعني إلا أن أقف لهم احتراما لهذه الروح الوطنية. من اليوم حراكنا سلمي، ونعيدها نقول سلمي، لا تخسرون الشباب، حاولوا أنكم تفهمون أو تسمعون الشباب. إذا سلطة لا تدرك أو لا تسمع أو لا تفهم لغة الشباب عليها الرحيل والاتيان بسلطة تستطيع التحاور والحديث مع الشباب لإيصال البلد إلى بر الأمان. وأنا شاكر لكم.